نظمت جمعية الشارقة التعاونية ملتقى مزارعي الإمارات الذي تنظمه للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في مركز الرحمانية التجاري بمشاركة واسعة من أصحاب المزارع الوطنية. تفاصيل أوفى نتابعها في التقرير التالي. منتجات عضوية ذات جودة عالية وبعضها كتب عليها زرع في الإمارات، هي فخر الزراعة الوطنية التي تباهى بها أصحابها خلال حضورهم ملتقى مزارعي الإمارات الثالث الذي تنظمه تعاونية الشارقة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وأصحاب المزارع المحلية. طبعا يشارك في أكثر من 70 مزرعة وطنية في هذا الملتقى المميز. طبعا هذه السنة إقبال كبير من المشاركين ومن الزوار لمشاهدة هذا الملتقى والمعروض من المزارع الوطنية هنا في هذا الفرع المميز. منتجات مختلفة ومميزة هنا طازجة في تعاونية الشارقة، ندعو الجمهور للزيارة هذا الملتقى والاستفادة من العروض المتوفرة هنا في فرع تعاونية الشارقة في الرحمانية والأفرع المختلفة أيضا في خلال هذه الفترة وحتى 29 من هذا الشهر. الملتقى يهدف لتشجيع المزارعين المواطنين للمضي قدما نحو رسم خارطة الزراعة المستقبلية التي يتحقق بها الاكتفاء الذاتي، هذا إلى جانب تسليط الضوء على جودة منتجات مزارع الإمارات. طبعا نحن من المساهمين في جمعية الشارقة التعاونية بمنتجاتنا اللي هي الخضروات بشتى انواعهم، عندنا مثلا الطماطم والخيار والباذنجان والكوسه والملفوف، هذا نشارك فيه الجمعيه. طبعا الجمعيه تستوعب كل المنتجات اللي نحن نقدمها، طبعا كلها من النخب الاول، ومن ثم نحن نوردها الى الفروع الموجوده في الشارقه، من فرع الرحمانيه وفرع الخان وفرع الرقه وفرع الحلوان. هذه المنتجات يوميا تنزل وطازجه من المزرعه الى الجمعيات. وما يقصر من ناحيه دعم المزارع وتسويق منتجاتهم وتشجيعهم في التطور وفي المحاصيل وفي الزيادة من الأنواع والمنتجات على أساس أنه يستكفون من ويكون إنتاج وأمن محلي خاص بجمعية الشارقة أو السوق الشارقي بشكل عام، وهذا يفرح المزارعين. تعاونية الشارقة وبتنظيمها هذا الملتقى تؤكد حرصها على جمع المزارعين في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي، إلى جانب دعمها الدائم لهم بتسويق منتجاتهم في الفروع وإعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات. هذا الملتقى من شأنه تعزيز التعاون بين المزارعين المواطنين والجهات الداعمة ذات الصلة، بما يسهم في دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لأخبار الدار، سعود الكتبي، الشارقة.